الخير مشاهدينا. اليوم بكاتوك مثل ما عودناكم على طول عنا فاشن شو منبلش فيه، واليوم راح يكون لاميسوني. بعدنا وما زلنا عم نشوف الفاشن شوز لسمر 2014، راح نرجع اكيد قريبا جدا نبلش نحضر كل الفاشن شوز يلي هن لفول وينتر 2014-2015. اما اليوم لكن البدايه راح تكون مع ميسوني. مثل ما شفنا عند ميسوني السبورتي شيك ستايل على طريقته، من الخطوط العريضه، من الالوان الفرحه، وحتى كمان بين القصات يلي هي كثير ضيقه والقصات الواسعه واللوز. من بعد ميسوني رح ننتقل لفقره لامودا. نايت اوت ترندز اليوم، هيدي الفقره يلي اكيد بتناسب كل السيدات وكل الصبايا يلي كثير بيحتاروا شو بدهم يلبسوا عشيه، وكمان كيف بدهم يغيروا ويبدلوا لما بيكون عندهم عدد ظهرات بزيت الجمعه. بعض الصور رح تقدر تفرجي وتشرح اكثر شو ممكن نلبس نحن على عشيه، وخصوصي بعدنا هلا بموسم الصيف والشوب، وكمان الظهرات يلي فيها تكون كثير بين الاوتدورز حد البول وبالجاردن. مثل هيدا الدرس يلي عم بيكون صحيح هو من البلاك اند وايت، بس فيه كتير باترنز من الباترنز الصغار والعراض، وبذات الوقت الاوتفيت كله عم بيكون بس بين لونين محددين هن الاسود والابيض. كمان الصندال يلي كمان عم بيكون دخله باترنز يلي عم بيكون كتير اوموجين مع الدرس يلي كمان عم بتشوفوه كله مزخرف. بطبيعة الحال إذا كمان فيكن تكسروا شوي بالأسود والأبيض وتروحوا للون فائع واللي بالإجمال عادة بيكون اللون الأحمر، فيكن تروحوا حتى كمان للبلوجيتان، فيكن تروحوا للفوشيا، للكوراي، أو أي لون تاني أنتو بتختاروا، المهم أنه يتنسق كله مع بعضه. تاني اوتفيت كمان في يكون لعشيه هو هيدا الدرس يلي هو من البرنسس كات ولكن قصير لتحت الركبه، عم بيكون من اللون الاصفر الفاتح. الصندال يلي عم بيكون من اللون البلوجيتان، والدوبل سوميل من قدام عم بيكون من اللون الجولد، والكلتش يلي هو كمان كثير اوريجينال وعم بيكون من اللون الاصفر على بيج، والبانجل بالايد كمان عم تعمل رابيل مع الصندال يلي عم بيكون من لون البلو تيركواز، وكتير حلو هالميكساج بين الاصفر والازرق. ومثل ما عم تلاحظوا لحديت هلا صار عنا اثنين اوتفيتس بس فيهم لونين. اوتفيت ثالث واللي هو كتير مختلف عن اللي شفناه قبل، مؤلف من تو بيسز، البنطلون يلي عم يكون من السكيني بانت، ولاحظوا الجلد واللون الاحمر، لو ويست، والبليزر السوداء يلي عم تكون مفتوحه على الكتاف،
واللي عم يجي تحت الجاكيت عم يتجه التوب يلي اول شيء هي من الفيناك كتير مفتوحة وبذات الوقت عم تجي كأنها بطريقة الستراپلس مع البلت يلي عم يكون من الأسود والجولد والكلوتش من الجيومتريك شيب. وهون تقريبا في ثلاث ألوان هن الأسود الأحمر والجولد. أوتفت رابع يلي هو أكتر سبور من البقوي يلي شفناهن دريس أبيض والأزرق وعم بتشوفوا كمان كل الأوتفت هو حول هاللونين الأزرق والأبيض من الصندال الكعب العريض للكلاتش يلي بينحمل بالإيد أو حتى كمان كروس بودي. ولاحظوا هون الخاتم يلي عم بيكون من البابيون كله من الستراس راوند شيب بالسانجلاسز كمان كتير على الموضة. الماكسي دريس يلي عم بيكون كله من الباترنز وألوان مختلفة من الأزرق الأخضر وحتى كمان الأسود والأبيض. الكلاتش من اللون الأخضر على زيته، أما بالنسبة للساندال عم بيكون من الأنيمال برينت من اللون السيلفر. هيدا الشيب بالدريس يلي هو كتير حلو كتير كوكيت وبذات الوقت مثل البالورينا جيرل يلي عم بيكون هون من اللون الأسود بينلبس على عرس بينلبس على عشاء. وكمان هون فينا نغير بالأكسسوريز قدي منقوي قدي بنعطيه طابع أكتر لخارج ايفنت او يمكن حتى كمان عرس. او فينا نروح لنكلس مثلا ملون ومن البولد اكسسوريز وبيبين اكثر سبار وخارج عشاء. فاشن تيبس اند تريكس لليوم رح نشوف الاي برنت، يعني كل البرنت اللي عم يجوا على الايتمز ان كان من الشورت وغيرهم كلهم من الاي شيب. ولاحظوا باول صوره هالقميص يلي هي جريئه كلها من العيون، يعني في كتير أشخاص رح يحبوها في كتير أشخاص ما رح يحبوها أبداً. بتصور هيدا الموضة يلي هي عندها دوز إكستريم ويمكن كتير أشخاص هيحبوها والبعض الآخر رح يرفضها. كمان الدريس يلي عم تكون كلها من الآي برينت من الألوان المختلفة مع رموش بلا رموش. لاحظوا هون كمان التوب مع البنطلون فيه كله من الآي برينت، حتى كمان الكلاتش أو الهاند باج يلي كمان عم تشوف عينتين واضحين وكبار، حتى كمان كفر السيلولار عم نشوفه من الاي برينت. جولري او الاكسسوريز بنشوفهم كمان داخلين. انا شخصيا ما بحب هالموضه لانه اليوم انه ما بتعني بشي ولا حلوه على طول نشوف يمكن عيون هيك مفتحه. حتى كمان اذا كنتوا لابسين سكيرت كلها من الاي برينت فيكم تروحوا لتوب بيزك وبلين او دريس كثير قصير. ورح ننتقل لديزاين يور ستايل. إذا بدنا نبلش شوي نحكي عن الترند يلي هي لافول وينتر، أول شغلة في لكم إياها واللي هي رح تشوفوها كتير وأكيد رح نعتمدها ونلبسها هي ميلة وحدة رح نلبس الحلق الطويل. رح شوف هلا انا وياكم اكثر بعض الصور يلي بيفرجوا كيف بحياتنا اليوميه بكره بموسم الشتاء مع التيرتل ناك البيزك مثلا هون البيضه والجاكيت يلي عم تكون من اللاذر مثل هيدول الايرينجز يلي هن كثير طوال وعلى ميله وحده. طريقه ثانيه كمان من الايرينجز يلي عم نشوفهم من على ميله وحده وحتى كمان مع الوان مختلفه، وخصوصا اذا كنتوا لابسين بلين كولر ميله القبه وميله الرقبه. يعني هون مثل ما عم تشوفوا كل الايرينجز يلي عم يجوا من الميله الوحده بطريقه حلوه. رح نشوف هيلاري داف رح نشوفها بفيموس ان فاشن هلا. على طول بفيموس ان فاشن ناخذ حدا من السليبرتيز واليوم هيلاري داف رح نشوفها كستريت فاشن شو كانت عم تلبس بحياتها اليوميه. مثل ما بتلاحظوا انه السليبرتيز مثلهم مثل كل العالم عندهم حياتهم اليوميه، عندهم حياتهم يلي هي كثير سبار، ما بحبوا كثير يهتموا بحالهم ويحسوا حالهم كثير مرتاحين. بنطلون اسود توب بيضه قميص مربوطه على الخصر كارو كتير عادي مع الريلاكس، وهذا الشيء كمان كتير حلو اليوم. مش بالضروره ابدا ستارز وسليبرتيز يكونوا على طول على الاتيكات لابسين اكاتري بانجل، وحتى كمان بالشارع واذا رايحين يمكن يجيبوا اغراضهم او يروحوا على سوبر ماركت او حتى كمان يشتروا اغراضهم الشخصيه. كمان ستايل تاني يلي هو اكثر شوي هون يمكن
اكثر شوي كلاسيك من قبل. عم نشوف السكيرت واللي هي كمان كثير سبار مع التوب البيزك البيضاء. وبما انه هون لابسه توب بيزك بيضاء قوت بالاكسسوار بالنكلس والدمي بات. لاحظوا هون الجراي لاجينج قميص من الدنم وباليرينا كمان كثير حلو فيري سمبل وكتير طبيعي انه كمان يلبسوا هالقطع يلي هي كتير سمبل وبيزك. حتى التنوره يلي عم تكون قصيره هون من البيج روزي مع القميص او التوب الراوند نك والنص كم. ولاحظوا الهاند باج الاحمر مع الكعب الرفيع هون مع ابنه. ولاحظوا كمان الدريس الوايت الماكسي دريس الراوند نك العالي والهاند باج الكبير يلي هو كتير سبار مع الفيري سوفت ميك اب والناتشرال هير. هيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم بكاتووك. انا بودعكن وملتقانا ان الله راد بذات الوقت. باي باي.